مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقات جمال الصحة. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا، وقد لا يكون مهم. يعني كثير بيسألوا يا دكتور يا غلبتونا بهاللقاح، إيش نسوي بهاللقاح؟ اليوم نتكلم عن فرق بين هذه اللقاحات. قد لا يكون هذه الحلقة مهمة للأشخاص اللي في دولتهم ما في غير لقاح واحد ومجبر، هو الحكومة إيش بتعطيك إياه أنت بدك تسويه، مدام الحكومة قالت لك إن لقاح فايزر ما في عندك حل تاني. أما في بعض الدول مثل الإمارات مثلا عندهم أكثر من لقاح، كندا الآن عم بتحاول إنها توفر اللقاح الرابع الثالث تقريبا، الثالث خلينا نحكي والرابع على الطريق إن شاء الله. ففي بعض الدول عندها أكثر من لقاح، لأنه معظم الدول بتحاول إنها تجد اللقاحات اللي أسرع إنتاجاً وأسرع فعالية على الناس. فهذا الموضوع موضوع مهم جداً يا جماعة، كيف نختار اللقاح وعلى أي أساس؟ أنا هون مش جاي أحكي لك اختار اللقاح الفلاني أو اللقاح الفلاني، أنا هعطيك بالتفصيل الفرق بين الست لقاحات اللي أشهر الآن، هحكي لك بعض المعلومات عن اللقاح السابق والنتيجة إلك. يعني هو إحنا مش شرط إنه إحنا نأخذ الديسيجن اليوم، الموضوع هو للعلم بالشيء، وعشان ما ينضحك علينا ولا ينحكى كلام على من فلان وعلان انه هذا اللقاح افضل من هذا او هذا افضل من هذا او هذا افكتف زي هيك، فخلينا ناخذ الموضوع بطريقة علمية. طبعا بعد دراسة مفصلة لموضوع اللقاحات وقراءة عملت لكم ملخص لموضوع اللقاحات، وان شاء الله وفق فيه. الموضوع كبير وليس سهل، ويمكن يعني أنا بدي أحكي إنه إن شاء الله يستفيدوا منه الناس، يعملوا شير ولايك وسبسكرايب لقناتنا عشان نقدر نكبر فيه. نبدأ في اللقاحات اللي معروفة. اللقاح الأول الكل بيعرفه، لقاح فايزر. طبعاً حنقارن اللقاحات من 10 نقاط تقريباً ونقارن الست لقاحات كاملة. اللقاح الأول اللي هو لقاح فايزر، مشهور بهذا الاسم. اللقاح الثاني لقاح موديرنا. اللقاح الثالث اللي هو اللقاح الصيني، هنحكي عنه بالتفصيل. اللقاح الرابع اللي هو اللقاح البريطاني أو لقاح أوكسفورد. اللقاح الخامس اللقاح الروسي. واللقاح السادس اللي هو لقاح جونسون أند جونسون. هدول الستة اللي هنتكلم عنهم اليوم. خلينا نحكي عن الشركات المصنعة. اللقاح الأول اللي هو لقاح فايزر، اسم الشركة المصنعة ليست فايزر لوحدها، بل هو فايزر بايو انتك، هم عبارة عن شركتين مع بعض، وفعليا بايو انتك هي اللي صنعته بتمويل من فايزر، ولكن اسم فايزر جاء في الأول لأنها شركة كبيرة وعندها منتجات كبيرة، وكنا بنعرف يعني منتجات فايزر يمكن لها مئات السنوات، شركة يمكن لها 150 سنة بتجارة الأدوية، عندها تقنية جيدة وليست من الشركات الصغيرة. شركة أو لقاح الثاني اللي هو لقاح موديرنا هي عبارة عن شركة جديدة اسمها موديرنا، لها بالسوق حوالي 20 سنة، من 10 سنوات بدأت تشتغل على تكنولوجيا جديدة، وهذا أول منتج لها في السوق. طبعا احنا ما بدنا نشكك، ولكن هذا اول منتج لهذه الشركه، شركه ليست بالصغيره لانه عندهم ابحاث كثيره وعملوا ابحاث كثيره، ولكن لم ينتجوا اي ادويه او لقاحات سابقا. اللقاح الصيني، طبعا في اربع لقاحات صينيه يا جماعه، في اربع لقاحات، ولكن اللي انشهروا اكثر اثنين او انحكى عنهم او بالصين موجودين الان اللي هو سينوفارم، شركة سينوفارم وشركة سينوفاك. اللي طلع ونباع اللي هو سينوفاك، وهذا اللي هو مشهور الآن، وهذا اللقاح اللي يستخدم الآن في بعض الدول العربية. سينوفارم للأسف أوقفوا استخدامه، التكنولوجي نفسها تقريبا في الاثنين، ولكن أنتجوا أوقفوا إنتاجه، قد يكون لأنه صارت عندهم نتائج جيدة في سينوفاك، وقد يكون لأسباب أخرى، وهذا متوقع في كثير من الفاكسينز بوصلوا لمرحلة بوقفوا بسبب مشاكل
وصارت بعدة شركات وقفوا ورجعوا. يعني خلينا ناش نعمل سبيكتروم. اللي بعده اللي هو الأوكسفورد، هو سمي بأوكسفورد ولكن في الحقيقة هو شركة أسترازينيكا، هي شركة بريطانية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، عملوا باللابس تبعون جامعة أوكسفورد، سمي بالبريطانيا أو بأوكسفورد واتفر، بس الشركتين هم مع بعض أو اتحاد منهم. الرشن اللي سمي بالروسي اللي هو اسمه سبوتنيك في، سبوتنيك معناها بالروسي اللي هو القمر الصناعي، وفي اللي هم الفاكسين. الشركة اسمها جاميليا، هاي شركة روسية لإنتاج، وهي شركة حكومية يعني بتعاون مع بعض المختبرات الحكومية. والسادس اللي هو جونسون أند جونسون، شركة جونسون أند جونسون مشهورة كنا بنعرفها خاصة بالأدوية الخارجية وأدوية أو الباندجز، الأشياء للأطفال معروفة كتير. جونسون أند جونسون هي اللي اكتشفت اللقاح السادس. الآن بالنسبة للتقنيات، التقنيات تختلف في بعض هاي اللقاحات. اللقاحين الأول والثاني اللي هم فايزر وموديرنا، كلا اللقاحين هما عبارة عن mRNA. وهذا سؤال مهم جدا بدنا نتكلم عنه، شو معنى mRNA؟ mRNA هي عبارة عن جزء من بسموها الماسنجر أو الرسول، بأخذوا هذا الجزء بدخلوه على الخلية، وبالخلية بتشوفه في السيتوبلازم. هلا هشرح لكم شو معنى ليش بحكي هذا الشغلات، بحاول انه ابسط الموضوع. تدخل على السيتوبلازم بشوف هالجسم، بشوف السبايكس البروتينز هدول اللي كنا نسمع عنهم، بعرف انه هذا فيروس كورونا، بروح ايش بنتج الاجسام المضادة له، وبالتالي بصير عند الجسم مناعة، بس هم ما بدخلوا الفيروس. اوكي، كثير سألت ونحكى عن هذا الموضوع انه هذا mRNA خلص، RNA معناها في بالحمض النووي، هذا بدخل على الحمض النووي بخرب لك الDNA. لا يا جماعة، خلينا اشرح لكم اياها بطريقة هيك مبسطة، يعني ان شاء الله توصل. الحمض النووي موجود داخل النواة، بما معناه لو احنا نطلع على البيت هو داخل غرفة النوم. اوكي، هذا هو الحمض النووي اللي هو الخزنة تبعت البيت تبعك، فيها كل الأسرار. أوكي، الـ mRNA هو ماسنجر، هي رسالة تجيك على البريد بتدخلها أنت، تدخل عندك على البيت، على غرفة النوم، على غرفة المطبخ، على غرفة الضيوف. لكن هاي الرسالة ما رح توصل على غرفة النوم إلا إذا أنت طبعا دخلتها، بس هي ما بتوصل لحالها، فهي بتتوقف عند غرفة الضيوف، تفتح أنت الرسالة، تقرأ الرسالة هاي، وبعدين بتمزع الرسالة. وهذا اللي بيصير بالتفصيل في الجسم لما يدخل الـ mRNA vaccine. فصراحة هو بدخل على البلازما، الجسم بشوفه، بأخذ المعلومات اللي موجودة فيه اللي بده إياه، وهذا الـ mRNA خلاص بتدمر، فما بفضل موجود في الجسم، بخرج من الجسم. وبالتالي هو ليس بدخل وبضل طول العمر موجود، بس عشان أشرحها بطريقة مفصلة إن شاء الله تكون وصلت الطريقة. النوع الثالث اللي هو التشاينيز من سينوفاك، سوري، هو عبارة عن فيروس تقليدي مضاعف. هذا الفيروس بعد تضعيفه أدخل على الجسم، زي ما بصير معظم الفاكسينز اللي نعرفها، وهذه التكنولوجيا موجودة من زمان وبتستخدم في كثير من التقنيات، وهذا اللي موجود وبيستخدم لحد الآن. لأول مرة الـ mRNA يستخدموا، عشان هيك صارت عليه ضجة في فايزر وموديرنا. معلش أنا طولت في هاي النقطة، بس لأنها مهمة كتير، وأن كتير ناس تسأل عنها. كتير ناس لحد الآن بتقول لك لا أنا بدي أرجع على التقليدي، التقليدي معروف ومعروف مضاره وحسناته، كنا بنعرفه لأنه إلهم 40-50 سنة بيشتغلوا على نفس التكنولوجيا، والتكنولوجيا ردي دان. هاي الـ mRNA مش موضوع التكنولوجيا، لا، هي تكنولوجيا من اكتشفت من سنة 1961، بدأ التعامل فيها قبل 20 سنة وبدأت الدراسات عليها. هي مش يعني يسووها خصيصا لموضوع الفيروس الكوفيد، لكن أول إنتاج لأول فاكسين بيصير
في الحياة بيصير للكوفيد 19. فقد يكون هاي طفرة علمية كبيرة يعني، وممكن فعلا نستفيد منها في علاج بعض الأمراض مثل الكانسر وممكن الإيدز اللي لحد الآن مش مجدينه أي لقاح. ف يعني ما بدي أنا أعمل إنه هو شيء سيء، لكنه أول مرة بيصير فقد يكون شيء ممتاز يعني في العلم. أوكي، نرجع للتشاينيز. حكينا هو عبارة عن طريقة تقليدية في صنع الباكسين، ونعمل بطريقة تقليدية، عشان هيك في ناس كتير عم بتحبذ إنها تستخدم. بس في شيء حرجع أحكيه لاحقا. أوكسفورد اللي هو أوكسفورد أسترازينيكا، أو في ناس بسموه أسترازينيكا، هو برضو طريقة تقليدية، لكن هو فيروس معدل. هو والروسي تقريبا نفس الطريقة. الروسي هم فيروسين معدلين، ونحط عليهم السبايك تبع البروتين تبع الكوفيد ودخلوهم للجسم. الروسي الصيني نفس الفيروس ضعفوه. فهم كلها طرق تقليدية، ولكن تختلف الطريقة من الفيروسات إلى الآخر. بالنسبة لجونسون أند جونسون برضو الطريقة التقليدية، وما في أي تغيير فيها، طريقة عادية يعني. هم أول اثنين اللي هم موديرنا وفايزر هم اللي بيختلفوا، أما الباقي كلهم إشي قديم يعني، طريقة تقليدية وما في عليها أي خطورة أو مشاكل. الفعالية، الفعالية طبعا حسب ما أعلنته الشركات نفسها، وأنا بدي أفهمكم كيف تأخذ هاي الفعالية. الفعالية على الناس اللي تم تلقيحهم، أوكي، وبعد الجرعة الثانية إذا في جرعتين. فهون الفعالية تحسب، مش الفعالية قبل نهاية الجرعة الثانية وبعد المدة المطلوبة. صراحة في كتير question marks على الطريقة اللي بيسووا فيها الديزاين للستديز للفعاليات، لأنه الفعالية بتختلف يعني. الرقم ما تأخذوه solid number يعني، مش انه والله اوكي فعاليته هذا 100% ولا 99% ولا 90%. هذا هو الطريقة اللي بدي اركز عليها. لا، الفعالية هاي يعني انا بحكي لكم اياها. في كتير الان كلام على فعالية فايزر. اذا بتتذكروا اول ما نزلت شركة فايزر، اول واحدة اعلنت حكت انه 90%. لما نزلت موديرنا انه 94%، اجت فايزر غيرت وحكت لا احنا حسبنا صح، وطلع 95%. بعد شوي، بعد حوالي اسبوع، اعلنوا انه نسبة النجاح 99% الى 100%. وللأسف في ناس اعيدت اصابتهم حتى بعد الجرعة الثانية. فالموضوع هو نسبة اعادة الاصابة. على الكلام نرجع نحكي فايزر، الكلام المتوسط اللي يقال عنه اللي هو 95%، موديرنا 94%. التشاينيز هون السؤال اللي بيصير، اللقاح الصيني تمت العمل عليه في عدة دول، اوكي، منها مصر، الامارات، البرازيل، بعض الدول الافريقية والصين. بالصين اعطى تقريبا 80%، وهي نسبة ممتازة يعني، ما هذا. في البرازيل أعطى 50%، في بعض الدول العربية أعطى 78%، في بعض الدول أعطى 90%. فهو هون كان السؤال، ليش أعطى؟ هل هو بالنسبة لأنه الريس الناس تختلف؟ هل هناك طريقة مختلفة في الموضوع؟ كل هذا الموضوع لسه لم يعلن عنه من الشركة الصينية. هون الكوشن مارك، لماذا لم يعلن عنه؟ يعني شركة فايزر وموديرنا وباقي الشركات طلعت أبحاث وبينت للعالم كيف صارت الأبحاث وعلى أي أساس. الشركة الصينية لسه ما في، مع أنه هي أكثر شركة تم التلقيح باللقاح تبعها إلى حد الآن. أوكسفورد تقريبا 90% نسبة النجاح تبعت اللقاح. الروسي أول ما بدأ حكوا 92%. قبل يومين طلعت دراسة ونشرت في مجلة النيتشر، مجلة النيتشر I think، مش بتذكر مجلة، بديش أخربط ولا أكذب عليكم. المهم طلعت إنه 98% نسبة النجاح اللقاح. بالنسبة لجونسون أند جونسون، اللقاح تبعهم بيحكوا إنه وصل إلى 90%. جونسون أند جونسون حنحكي عنه بعدين في النهاية شوية، لأنه فيه له شغلة مهمة. بالنسبة ل الناس اللي صارت عليهم التجربة، التجربة طبعا تجربة اللقاح بتصير على عدة ستيبس.
بالنسبة للمرحلة الثالثة اللي هي مهمة بالنسبة لنا، فايزر 43,000 حكوا، موديرنا 30,000، الصيني 81,000 فقط خارج الصين، اللي داخل الصين كانوا أكثر، وصل نسبتهم إلى 90,000 داخل الصين، وخارج الصين 81,000، فهو أكثر لقاح جرب وأكثر لقاح الآن تم التلقيح فيه ناس، لأنه الصين تحكي أنه تم تلقيح مئات الملايين. أوكسفورد على 11,000 فقط، الروسي على 30,000، وجونسون أند جونسون على 800 متطوع. أوكي، فهذه الأرقام. بالنسبة للسؤال اللي هو كل اللي بسمع عنه، درجات حرارة التخزين، طبعا هذه شغلة يمكن مش مهمة كتير إنك أشخاص، لكن هي مهمة كتير للحكومات، لأنه بعض اللقاحات زي فايزر بيحتاج درجة حرارة كتير متدنية لحفظه، وهذا اضطر بعض الدول زي كندا وأمريكا والدول الأوروبية أنها تشتري فريزرات خاصة لهذا الموضوع. هذا كلفها أكثر من سعر اللقاح يا جماعة، هذا الموضوع يعني، لكن لا ما في عندهم أي طريقة غير هاي الطريقة اللي بدي يستخدم لقاح فايزر، لأنه فايزر لازم يخزن بدرجة حرارة أقل من ناقص 70 درجة مئوية، وهي مشكلة كبيرة في لقاح فايزر، ومع ذلك فهو أكثر طلبا الآن. موديرنا ناقص 20، يعني أخف شوي، في ثلاجات كثير فريزرات بتوصل لهذا، عادية فريزرات عادية، ما بدهم فريزرات خاصة. فايزر بدها، هاي مشكلتها الكبرى، انه بده فريزرات خاصة. بالنسبة للباقي اللقاحات اللي هو الصيني الروسي البريطاني أوكسفورد جونسون أند جونسون، كلهم تقدر تخزنهم في الثلاجة العادية، مش بالفريزر، باللي هي درجة الحرارة من 2-9% درجة مئوية، يعني درجة طبيعية جدا جدا، ما بتحتاج إلى يعني أسهل طريقة تخزين، بأي صيدلية بأي كلينيك ممكن تخزن عفوا هذا اللقاح. بالنسبة لعدد الجرعات، عدد الجرعات اللي لازم تأخذها، كلهم باستثناء جونسون أند جونسون جرعتين، فايزر موديرنا التشاينيز الروسي الأوكسفورد كلهم جرعتين، إلا الوحيد جونسون أند جونسون حكى في البداية إنه جرعة واحدة تكفي، ولكن جونسون أند جونسون طبعا ما بتعرف شو السبب، هل هو موضوع دعاية وبيع، أم هو فعلا يعني هو هذا المطلوب. يقال إنه الأفضل إنه يأخذ جرعة تانية لتحفيز الجسم بعد 28 يوم. رجعنا لجرعتين، الكل كان عنده أمل على جونسون أند جونسون إنه يكون جرعة واحدة، جونسون أند جونسون تحكي إنه كافي، ولكن الأفضل إنه يأخذ جرعة تانية. كلمة الأفضل هون حط تحتها خط، ما بعرف شو السبب. إذا لما أنت بتسمع في دولتك إنه شروا 1,000,000 جرعة، اعرف إنه هذا بيكفي لنص 1,000,000 شخص، 2 مليون جرعة يكفي ل1,000,000 شخص، يعني نقص ال أوكي يس. الآن الفرق بين أيام الجرعات، الدكتور عبد الله بيسأل سؤال مهم جدا حنحكي عنه هلا. الفرق بين أيام الجرعات، فايزر الفرق بين الجرعة الأولى والثانية 28 يوم. بعض الدول اللي نقص عدد اللقاحات زي كندا للأسف طلعت أنا بالنسبة أوكي حجاوب على الأسئلة، طلعت حكت إنه ممكن يستنوا لأربعين يوم. من وين طلعوا هاي النتائج؟ طبعا فايزر طلعت، يعني ما بعرف، أحيانا بتلاقي بعض السياسيين والعلماء بيغيروا بعض الكلام عشان يمشوا مع الأرض الواقع، طبعا هذا ما بيجوز يا جماعة. ما دام أنت طلعت جايد لاين مفروض تحترم الجايد لاين. إذا كان لو كانت شركة فايزر بتوصي إنه لأربعين يوم، كان من أول حكت من 28 إلى 40 يوم مسموح. صراحة أنا عندي يعني شك في هذا الموضوع، ولكن هذا اللي صار. شركة فايزر الآن تحكي إنه من 28 يوم إلى 42 يوم مسموح إنك تكون الفرق بينهم. موديرنا حكت إنه 21 يوم.
التشاينيز من 21 الى 28 فيري كلير حكوها، من 3 اسابيع الى 4 اسابيع، اوكسفورد 28 يوم، الروسي 21 يوم، جونسون اند جونسون زي ما حكينا هي جرعه واحده ولكن يحبذ ان يكون بعد شهر الجرعه الثانيه. الان متى بتظهر النتائج في كل اللقاحات كلها حتى جونسون اند جونسون؟ جونسون اند جونسون بعد شهر من الجرعه، وباقي الجرعات كلها بعد تقريبا اربع اسابيع، باقي اللقاحات بعد اربع اسابيع من من 3 الى 4 اسابيع بعد الجرعه الثانيه. في ناس كثير بقول لك اوكي في ناس اصيبت بعد الجرعه الاولى، نعم بعد الجرعه الاولى لسه انت ممكن تصاب، وبعد الجرعه الثانيه ممكن ان تصاب اذا لم يمر عليك اسبوعين 3-4، يعني الافضل يكون 4، ساعتها انت بتقول انا اقل 95% ممكن احمي نفسي من هذا الفيروس. أستاذ عمر بحكي أنا بالنسبة لي لن أخذ لقاح سوى فايزر وموديرنا، برضو هذا راجع لك أجين، إحنا في كندا ما عندنا غير فايزر وموديرنا، موديرنا أصلا هم اثنين الوحيدين فقط، فبيعتمد لأنه عمر عايش في كندا بيعتمد، يعني هذا برضو شيء راجع للشخص. بعض الدول زي ما حكيت زي الإمارات، دولة بعض الدول يعني بدناش تذكر أسماء بتستخدم، مصر أعتقد عندها أكثر من لقاح، الأردن عندهم مثلا 3 لقاحات، بعض الدول تختلف من مكان لمكان. الأعراض الجانبية كلهم بلا استثناء أظهروا بعض الأعراض الجانبية، وهذا شيء طبيعي في اللقاحات، معظمها حساسية، في ناس بتصير عندهم حساسية شوك، وهدول نسبتهم اللي هو صدمة الحساسية اللي هو ممكن يصير عنده هبوط في دقات القلب، ولكن هذه النسبة قليلة جدا جدا جدا. معظمها بصير ألم مكان الحقنة، بعض الصداع يوم يومين، بعض الحرارة ممكن تصيب ليوم يومين، ألم في المفاصل برضو قليل جدا. الآن في ناس حكوا أنه في ناس توفوا، في طبيب أمريكي توفي بعد أخذه للجرعة الثانية من لقاح فايزر، وفايزر أعلنت أنه وفاته لم تكن بهذا السبب. في 28 حالة في النرويج برضو تم وفاتهم بعد اللقاح، بعد الجرعة الأولى من لقاح فايزر، وبرضو شركة فايزر أعلنت إنه هذا ليس السبب، لكن كل هذا طبعا نشرت في الجرائد كل هذا الكلام، بدها دراسة مفصلة وينظر في الموضوع، ولكن حتى الأرقام اللي بنحكيها 1-28 ليست بالأرقام الكبيرة، في ناس كتير بموتوا من لقاحات ثانية أكثر بكثير. الآن لقاح فايزر في عدد من الحالات صار عندهم شيء اسمه، هذه للقاح فايزر خاصة، شلل بيل، أو بيصير هو ضعف في عضلات الوجه، بيكون هذا الضعف مؤقت، بيصير وجهه الواحد هيك، لكن رجعت بعد فترة وتحسنوا. معظم هاي الناس، أنا عملت برضو حلقة عن مع ناس صار معهم آثار جانبية وبرضه تحسنوا بشكل عام، رجعوا طبيعي. فبتختلف من شخص لآخر جهاز المناعة كيف بيعمل رياكشن وبصير الجسم، لكن معظم الأعراض أجين مؤقت. معظم الأعراض بتصير بعد الجرعة الثانية وليست الجرعة الأولى، وبتذهب بعد فترة. بفايزر نسبة هاي الأعراض كانت وصلت ل 40%، بموديرنا 91%، بالتشاينيز 15%، أوكسفورد 20%، الروسي 8%، لقاح جونسون أند جونسون لم تعلن الأعراض، نسبة الأعراض بعد لأنه ما أعطي ناس. في سؤال هون، هل بتعتقد شغلة بعد تعدد الجرعات هي فقط لكسب مزيد من المال، لأنه ليس ما يعملوا بجرعة لا الـ يعني بديش احكي يس اور نو، الموضوع فيري كومبليكيتد. بالنسبه لفايزر وموديرنا يمكن لانه التكنيك بيختلف، باقي الجرعات يس ليش ما عملوها جرعه واحده زي مثلا اللقاح الفلو، لانه هم كلهم ستاندرد تكنيكس وتكنيك قديم. يعني سؤال من حق السليم، حق اي واحد يساله. أجين هلا بدنا نحكي عن الأسعار، مثلا الأسعار بالنسبة لفايزر سعره تقريبا $20، كله تقريبي لأنه بيختلف،
بالنسبة لموديرنا سعره 25 ل 30 دولار، الصيني أغلى واحد هو 30 دولار، أوكسفورد أسترازينيكا هو أرخص واحد من 2 ل 3 دولار 4 دولار ماكسيمو، وعشان هيك في كتير دول عم بتحاول انها تاخده. ولا بنحكي عن الموضوع هذا، الروسي تقريبا 10 دولار مش غالي كتير، وجونسون اند جونسون 10 دولار تقريبا، يعني ارخص ثلاثه اللي هم اوكسفورد والروسي وجونسون اند جونسون. طيب الآن موضوع كبار السن، معلش عم بقرأ لأنه أنا ملخص الموضوع. كبار السن، كبار السن 20% منهم بموتوا بسبب اللي بصيبوا في الكوفيد، بموتوا بسبب الكوفيد. فأما من اللقاح للأسف يعني الأرقام من واحد، يعني أنت بتحكي 20% يعني واحد من خمسة أصيبوا من كبار السن قد يتعرضوا للموت. بالنسبة للقاح يقال كل اللقاحات بشكل عام من 1 ل 50 ألف، كل 50 ألف ممكن يموت فيهم واحد، فنسبة الخطر من اللقاح أقل بكثير من نسبة الخطر من الكوفيد نفسه. خلينا نكون واقعيين، اللي بموتوا من الكوفيد من كبار السن وليس من الجميع، من الجميع 1 و2% يمكن أقل من 2%، 1%، أوكي، 1% من الكبار السن 1 من 5. أما اللي بموتوا من اللقاح 1 من 50 ألف، ويمكن أقل في الشباب. فالموضوع كله لازم يكون مدروس بهاي الطريقة. طبعا في سؤال بنسأل الآن، إمتى ممكن نصل إلى مناعة القطيع؟ مناعة القطيع اللي كلكم سمعتوا منها أو مناعة الجماعة، اللي هي ممكن ساعتها نترك الكمامة ونصير الوضع أفضل، نرجع ما نغسل إيدينا، نلحوس إيدينا إمتى ما بدنا، نعيش الحياة اللي كنا عايشينها، نبوس يمين وشمال نعبط بعض. خلينا نكون صادقين، يعني كنا بدنا نرجع للحياة الطبيعية اللي كنا عايشينها، مش عم بحكي عن غسيل الإيدين وهذا. طبعا مناعة القطيع بيحكوا إنه لازم نوصلها إذا تم تلقيح أكثر من 70% من سكان الأرض، وهذا الرقم ممكن نصل إليه في حسب ما نشر في مجلة النيتشر، حسب التصنيع وما التصنيع، ب 2024 تقريبا، يعني بعد 3 سنين. فالموضوع مش سهل جدا، مش بيوم وليلة، ولا نصل لهذه هذا الموضوع بسهولة. الآن المشكلة الكبرى في كل اللقاحات إنه ولا لقاح تم إعلان متى سيتم إعادة التلقيح، بما معناه إنه هل هذا اللقاح جيد لمدة 3 أشهر، 6 أشهر، سنة، أم على طول العمر مرة واحدة خلص، أم 10 سنين، أم 15 سنة، ما حد عارف. ليش؟ لأنه اللقاح جديد، فالناس اللي عملوا عليهم التلقيح أو إعطاهم الجرعات أو التجربة ماكسيموم كان سنة، وهذا اللي حكوا معظمهم انه هو good for year. الان طبعا هذا الموضوع كتير عمل اسئلة على الموضوع، الموضوع اللي اكثر اللي هو تغير السلالات. تغير السلالات هذا شيء طبيعي يا جماعة في الفيروسات، ويمكن كتير ناس عم تسأل الان في السلالة الساوث افريكان، السلالة البريطانيا، واعتقد في واحدة في كوريا، فالسلالات هاي اللي بتتغير، هل فعلا لازم نغير اللقاح؟ هل نستخدم لقاح جديد؟ مثال عندنا احنا الفلو، الفيروس تبع الفلو العادي اللي بنشوفه كل سنة، كل سنة بغيروا اللقاح، عشان هيك احنا كل سنة بناخد لقاح جديد لفيروس الفلو. ليش؟ لانه الفيروس بتغير، وهذا شيء طبيعي في الفيروسات يا جماعة، الفيروسات بتحب انها تغير الاواعي اللي عليها، تحب انها تغير شكلها، تغير منظرها، بتضلها تعمل عمليات تجميل في الداخل وتمحور حالها، لأنه بتتوقع أن الإنسان ذكي وجسم الإنسان ذكي، فهي بدها تحاول تكون أذكى، وهذا إشي طبيعي. هذا مش موجود كتير في البكتيريا، البكتيريا شوي غبية في هذا الموضوع. فهذا متوقع أنه كتير يصير في تغييرات وكتير تصير فيروسات زي هيك. معظم الشركات حكت أنه إذا التغيير زي اللي حدث في التغييرات اللي صارت الآن، هذا سهل، أنه لأنه عندهم هم الأساس الكور تبع الفيروس،
فهم بس بغيروا شوية شغلات وممكن يقدروا يعملوا لقاح جديد بكل سهولة. فايزر حكت هي الوحيدة اللي أعلنت أنها بتحتاج إلى 6 إلى 8 أسابيع لعمل اللقاح الجديد إذا لم تؤثر، مع العلم أنه كلهم حكوا إلا جونسون أن جونسون واللقاح استرازينيكا هم الوحيدين الذين ما أعلنوا إذا الفيروس الجديد أو الطفرة، مش طفرة هي، التغير الجديد اللي صار في الفيروس، لأنه مش طفرة، الطفرة بتختلف، اللقاح تبعهم جيد لحد الآن. فيعني هذا شيء مطمئن، ولكن معظم الشركات حكت أنه إذا تم كان التغيير بهاي الطريقة فما في مشكلة. إذا صار طفرة وراثية هذا بيختلف، الطفرة الوراثية بيصير تغير كبير في الجين تبع الفيروس، وبالتالي بتغير أصلا السبايك تبعه والجسم بشوفه كأنه فيروس تاني، فساعتها لا بدهم ممكن أكثر تغيير. خلينا شوية هيك بسيطة نعمل زي مقارنة بين اللقاح تبع الإنفلونزا واللقاح تبع الكوفيد. بشكل عام الإنفلونزا بتصيب ناس أكتر وبتقتل ناس أكتر من ما بصير بالكوفيد. لقاح الإنفلونزا فعال بنسبة 50%، فلما الأرقام اللي أنتوا سمعتوها 95 و90 و98 هذا أرقام خيالية ممتازة، فلما هم أعلنوا عنها يا جماعة يعني كانوا متفائلين جدا، وإن شاء الله يكون يوصلوا لهذا الرقم. ليش؟ لأنه في ناس كتير مثلا بقول لك الصيني بس بالبرازيل 50%، 50% يا جماعة هذا ممتاز، لما أنت بتقدر توقف 50% من الانفكشن. لما 90 بكون طبعا ممتاز جدا جدا جدا، ولكن هل فعلا هذا الرقم صح؟ هون السؤال اللي كتير من علماء، في أكثر من بيبر انتشرت تطلب من فايزر انهم يعطوا الداتا، وطبعا فايزر اعطت الداتا والان عم بحللوا فيها. نرجع للفيروس الانفلونزا، بصير عنده طفرات سنويا، وبالتالي فسنويا لازم يغيروا الفيروس. الكوفيد الحمد لله، الكورونا فيروسز بشكل عام طفراتها قليلة جدا مش زي الانفلونزا، وبالتالي الحمد لله وضعنا في امان. في شركة جديدة اسمها نوفافاكس، وكنا يمكن سمعنا عن هذا الاسم خاصة اللي في كندا، لأنه هي شركة أمريكية وبيحكوا أن عندهم لقاح جيد جدا برضو 2 دوز، نسبة النجاح فيه 90%، بيحتاج ثلاجة عادية، سعره $16 تقريبا، فهذه الأرقام اللي معلنة لحد الآن، ولكن لم يتم تصريح به من الـ FDA أو إدارة الدواء والتغذية الغذاء الأمريكية أو أي شركة لحد أو أي دولة لحد الآن. كندا عملت معاهدة أو توقيع إنهم رح يأخذوا 50 مليون جرعة منهم، ورح يفتحوا مصنع لهم في كندا، وبالتالي كندا بتصير من أحد الدول المصنعة، وهذه يمكن بعض الدول اللي عندها مشكلة. الآن في سؤال، مين لا يستطيع أخذ اللقاح؟ احنا عملنا حلقة سابقة مع الدكتورة لبنى في هذا البرنامج اللي ما حضرها، مين أنا سريعا راح أحكي مين ما بيستطيع يأخذ اللقاح. أول شغلة مريض الكوفيد، اللي معاه كوفيد الآن ما بيقدر يأخذ اللقاح لأنه جسمه ضعيف أولا، ومعاه هو أصلا الفيروس فما في داعي أنه يأخذ اللقاح. اللي عنده حساسية من مكونات اللقاح، حساسية من مكونات اللقاح هذا بسألوك إياه، عادة مكونات اللقاح تختلف من فيروس من لقاح للآخر، وبالتالي عادة بيسألوك يعني. الأطفال تحت سن 16 ليش؟ لأنه لم تعمل عليهم الدراسة، الدراسات كلها صارت على من هم أكبر من 16 سنة، وبالتالي ما في دراسات قامت على الأطفال، وعادة لأنه الأطفال أقل عرضة للوفاة، مش أقل عرضة للإصابة، أقل عرضة للوفاة، ويمكن الإصابة أقل من الكبار، ولكن دراسات لم تحصل عليهم، هذا هو السبب الرئيسي، فما بعطوها. الحوامل نفس الشيء، لم تحدث الدراسات. الآن بعض الشركات عم بدأت تشتغل على هذا الموضوع في أمل إنها تحصل على بعض النتائج وتعلن عن الموضوع. والأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة أو نقص في المناعة زي مرض الإيدز، هذول الأشخاص طبعا لا يستطيعون يأخذوا هذا اللقاح. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها، وهي نقطة مأساوية يا جماعة، قد تكون لبعض الدول جيدة.
الآن معظم الدول، إحنا عايشين في كندا واللي عايشين في أمريكا، السياسيين بتحاربوا قاعدين عشان ليش ما جبتوا اللقاح وليش ما شريتوا أكثر وليش ما أعطيتوا أكثر. للأسف 90% من لقاحات العالم، 90% توصل ل 10% من سكان العالم. 90% من لقاحات العالم عم توصل فقط ل 10% من سكان العالم، دول أوروبية، كندا وأمريكا، أوكي، أستراليا يمكن. هذه الدول اللي معها فلوس تشتري هاي اللقاحات ودفعت مبالغ ضخمة. في بعض الدول، أعتقد غانا وغينيا، وصلها 25 جرعة لقاح. 25 جرعة لقاح، يعني الرئيس تبع القبيلة أو الرئيس تبع الدولة تبعتها مع أولاده وزوجاته يمكن ما يكفيهم 25 جرعة. في مبدأ في الطب اسمه No one is safe until everyone is safe. احفظوه هذا يا جماعة، No one is safe until everyone is safe. تتذكروا لما حكينا عن مناعة القطيع؟ لما سكان الأرض كلهم 70% يأخذوا، مش سكان كندا ولا سكان أمريكا ولا سكان أوروبا، لما سكان الأرض كلهم يأخذوا راح يتوقف هذا الفيروس. نوصل لمناعة القطيع، مش راح يتوقف، نوصل لمناعة القطيع. فالمشكلة الكبرى اللي عم بتصير إن الدول الغنية للأسف عم تدفع مصاري وتضخ مصاري، وهذا إشي طبيعي لشركات الأدوية، بدها فلوس وإحنا عارفين. لكن عشان نكون واقعيين، في شغلة اسمها إثيك أو أخلاقيات. خلينا نكون شوية هيك عنا يعني هذا الحس، أوكي، نحس في الدول الفقيرة، الدول اللي ما معها فلوس، شو ذنب الناس اللي عايشة فيها؟ شو ذنب الناس اللي غاد؟ معظم الدول الآن هي اللي بتدفع، يعني ما حد عم بدفع سعر اللقاح من جيبته، معظم دول العالم بتلقح المواطنين عندها مجانا. لكن نرجع نحكي انه في دول للأسف لم تحصل على النسب الصحيحة بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي عمليات التلقيح تتأخر فيها سواء لسنتين ثلاثة. ف تذكروا هاي النقطة، No one is safe until everyone is safe. لن نكون بأمان، لن يكون واحد بأمان إلى أن يكون الجميع بأمان. هذه ملخص الحلقة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا التلخيص. معلش عذروني، يمكن في شغلات كتير ومعلومات كتير، لكن تمنيت أنه أوصل الموضوع بطريقة سلسة وسهلة. نرجع ونحكي مين بيختار اللقاح، أنا ولا الحكومة؟ أكيد شو اللقاحات اللي موجودة في الدولة هي اللي بتفرض عليك شو اللقاحات اللي بتاخدها. إلى الآن ما في حدا بيدفع سعر اللقاح، لأنه بدهم يحاولوا أنهم يوصلوا اللقاحات للأشخاص اللي بيحتاجوها في البداية. فإذا أنت معك فلوس وبدك تشتري اللقاح ما بتقدر، لكن مستقبلا قد تحدث. وبعض الدول زي ما حكيت عندها عدة لقاحات 2 3 4، فممكن تستطيع أنك تستخدم عدة لقاحات. في سؤال نسأل، سؤال مهم جدا يمكن، اللي هو إذا أنا أخذت لقاح من فايزر الجرعة الأولى، هل الجرعة الثانية بقدر أخذ موديرنا؟ لا لا لا، انتبه، لأنها صارت في دول ومنها كندا وناس تلقحت، وهذا خطأ كبير جدا إنك تحصل على لقاحين، لأن التكنولوجيا اللي مصنعة مع إنها mRNA تختلف، حتى اللقاحات الباقية ما تخلط. أعرف شو اللقاح اللي أخذته، لو خلت تخلي صورة معك عشان تعرف إنه نفس اللقاح اللي حتاخده مرة ثانية. وصارت هاي الأخطاء ووجدت. في خبر اليوم طلع، خبر مضحك صراحة، في كثير من الدول منها أمريكا وكندا بيحكوا أنه لقوا السرنج هذا اللي كيف بشرح لكم إياها، بيحكوا أنه الخمس لقاحات اللي هي مفروض تكون لخمس أشخاص ممكن يعطوها لستة، فنسبة الكمية رح يعطوا نفس الكمية، بس على كلامهم أنه السرنج اللي عندهم بعض الكمية بطريقة تختلف، فبالتالي بيقدر يوزعوا على ستة. شيء أنا صراحة مش عارف كيف أفسره علميا، بيحكوا إنه هذا السرنج، بكرة بنشوف شو هو السرنج. أنا ما بعرف، يعني أنا مش أخصائي هاي الشغلة، ولكن إذا بنرجع نحكي، إذا شركة الدواء بتحكي إنه
نسبة اللقاح لازم تكون أو كمية اللقاح 2 ملليلتر مثال أو 3 ملليلتر، معناها 3 ملليلتر، مش راح تقدر تحط 2.8 عشان توفر 2 ملليلتر 2.2 ملليلتر وتعطيها لواحد سادس. يعني الموضوع ما بعرف في تفكير. في سؤال يعطيك العافية شكرا، الله يحفظك يا أختي. في مجال الحلقة تحكوا عن موضوع الجينات، هل رحنا نقدر نمتلك الجينات دعونا، وهل أمريكا راح يكون لديها السيطرة؟ هحاول، في عندي دكتور صديق إلي في جامعة ألمانية بيشتغل في موضوع الجينات، هحاول أشوف الحلقة القادمة أو اللي بعدها إن شاء الله. نتمنى أنه يوصل، يعني حنتكلم عن الموضوع إن شاء الله. ابشر يا هيك. في نهاية هذه الحلقة بشكركم مرة أخرى على استماعكم للحلقة، بشكركم على أول شيء عملكم للشير وسبسكرايب للقناة ودعمنا، ونقول لكم سلام للجميع. Thank you.